أبناء وبناتي الدارسين للجراحة العامة، فيس دكتور سعيد عبد الباقي بروفيسور اوف جنرال سيرجن اند شامس يونيفرستي، هنستكمل مع بعض موضوع الادرينال جلاند، وده الفيديو الثالث والاخير. وقفنا المرة اللي فاتت عند الادرينال انسفيشنسي او هايبو فانكشن اوف ذا ادرينال جلاند، وبتتقسم الى نوعين: برايمري ادرينو كورتيكال انسفيشنسي وسكندري. البرايمري ادرينو كورتيكال انسفيشنسي معناها السبب في الادرينال جلاند اتسيلف، والموست كومن واشهر سبب ليها اللي هو اديسون ديزيز ديو تو اوتو اميون ديستراكشن. اوتو اميون انتي بوديز بتطلع بتدمر الادرينال جلاند عند هذا المريض، وهي ده السبب في البرايمري ادرينال انسفيشنت. طب في اسباب تانية للبرايمري ادرينال انسفيشنت؟ يس، في ابسنت اور هايبوبليجيا اوف ذا جلاند اتسيلف، او في بايلاترال ادرينالكتومي، عيان عملت له بايلاترال ادرينالكتومي فاكيد هيعاني من برايمري انسفيشنسي، او العيان ده عنده ديفكتيف سترويد جينيسيس بسبب نقص الانزيمز زي نقص انزيم 21 هيدروكسيليز في حالات كونجينيتال ادرينال هايبربليجيا. اوكي، فدي مجموعة. المجموعة الثانية اللي هي destruction of the gland، الجلاند اتدمرت، وأهم سبب للdestruction الautoimmune destruction، ده most common cause of primary adrenocortical insufficiency. طب أسباب تانية للdestruction: infection by TB, by fungus, by virus. طب في أسباب تانية، في metastasis للأدرينال جلاند هتؤدي إلى primary insufficiency. طب في أسباب تانية زي adrenal hemorrhage، ادرينال هيمورش بيجي مع سيبير كيزس اوف منينجوكوكال سيبتسيميا، وبتتسمى في ووتر هاوس فريدريكسون سندروم، او بتيجي بسبب الدوس بتاع الانتيكواجلانت ما تظبطتش فممكن يحصل فيه هيمورش في الادرينال جلاند. طيب ايه السكندري ادرينوكورتيكال انسفيشنسي؟ بيبقى سكندري تو ديزيز اواي فروم ذا ادرينال جلاند. الديزيز ده عاده بيصيب البيتيوتري جلاند، في مشكله في البيتيوتري جلاند مش هتطلع اي سي تي اتش، وبالتالي هيحصل بايلاترال ادرينال اتوفي وديفيشنسي اوف كورتيزول برودكشن. مشكله في البيتيوتري جلاند زي ايه؟ بان هايبوبيتيوتريزم اللي بيجي نتيجه نيوبلاستيك انفولفمنت اوف ذا بيتيوتري جلاند، او هيمورج زي الهيمورج او نكروزس اللي بيحدث فيها بسبب سيفير بوست بارتم هيمورج، واتس كولد شيهان سندروم، فده طبعا هيؤدي الى سكندري ادرينوكورتيكال انسفيشنسي. طيب في سبب تاني للسكندري ادرينوكورتيكال انسفيشنسي، العيانين اللي بيتعاطوا كورتيزول زي ما قلنا في الفيديو السابق عشان يمنعوا الاورجان ترانسبلانتد اورجان فروم ريجكشن، او بسبب اوتو اميون ديزيزز بياخدوا كورتيزول، ف الاكسس كورتيزول بيعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن للبيتيوتري جلاند، والاس تي اتش بي ال، وبالتالي بيحصل ادرينال اتوفي والاندوجينس كورتيزول بي ال. فدي اسباب السكندري ادرينال انسفيشنسي. اوكي، ايه الكلينيكال برزنتيشن بتاع العيانين دول؟ طبعا العيانين دول الادرينال جلاند فيها insufficiency، فهيحصل له insidious onset of fatigability, weakness, anorexia, nausea, vomiting, weight loss. ولما يكون الأسباب زي ما قلنا هنا هو في البرايمري adrenocortical insufficiency مش هيطلع كورتيزول، فهيطلع بالفيدباك ميكانيزم من البيتيوتري too much ACTH. الACTH الكتير اللي في حالات الأديسون ديزيز لي ميلانوساتيك اكتيفيتنج اكتيفيتي ستيمولاتنج اكتيفيتي، فبيعمل بيجمنتيشن في السكين والميوكاس ميمبرين. دي بنلاقيها في البرايمري ادرينوكورتيكال انسفيشنسي هذا البيجمنتيشن، انما ما بنلاقيهوش في السكندري ادرينوكورتيكال انسفيشنسي. اوكي، طيب لو شكيت في وجود ادرينال جلاند انسفيشنسي هتعمل معامل، فالمعامل هتقول لك في هايبوناتريميا، في هايبركاليميا، في هايبوجلايسيميا، وبعدين هتقيس الاس تي اتش والكورتيزول في الدم. ففي البرايمري ادرينال انسفيشنسي اللي هي هتلاقي الكورتيزول واطي والاس تي اتش عالي، لان ايه، في فيدباك ميكانيزم
ما بين الادرينال والبيتيوتري. انما في السكندري ادرينال انسفيشنسي الاثنين هيبقوا واطيين، لان البيتيوتري بالشغاله والادرينال بالشغاله. اوكي، العلاج بقى طبعا هرمون الريبليسمنت، ان العيان ده اللي عنده ادرينال انسفيشنسي وذر برايمري او سكندري لازم تديله كورتيزول، ولازم تديله مينرال وكورتيكويد ريبليسمنت في صوره فلودرو كورتيزول، ولازم تدي ادوكيشن للعيان، لان دي لو نسي العلاج ممكن يموت، لان دي غده اسينشال فور لايف. الادرينال كرايسيس اللي هي الاكيوت بيكتشر اوف ادرينال انسفيشنسي، ودي بتيجي نتيجه ان العيان عنده انسفيشنسي بيتعرض لستريس او انفكشن او تروما او جراحه. فعيان الاديسون ديزيز لو تعرض لاي حاجه من الحاجات دي من غير ما نديله فارماكولوجيكال دوس اوف كورتيزول هيجيله ادرينال كرايسيس. ايه الكرايسيس بقى؟ الكلينيكال بيكتشر بتاعتها بتبقى في صوره سيفير ابدومينال بين، نوجيا، فوميتنج اند هايبوفوليميك شوك. طب هتعالجها ازاي؟ طبعا لازم تدي محاليل وتدي سالاين وتدي هيدروكورتيزون وديكساميثازون علشان تو كنترول ذا سيتويشن. ديزيز الادرينال مضلة زي ما قلنا قبل كده بتصيب الكرومافين سيلز، بتطلع فيه كروموسيتوما، ودي اللي هنركز عليها لان الجماعة بتوع الاطفال هيشرحوا لكم النيورو بلاستوما في البيدياتريك سيرجري. اوكي، فالفيوكروموسيتوما من اسمها ورم طالع من الكرومافين سيلز، وسموها كرومافين سيلز لان هي بتحب تتصبغ بكروميوم سولت، ولما بتتصبغ بتدي لون براون او بلون غامق، وده السر في كلمه فيو. ففيو كروموسيتوما ورم طالع من الادرينال مضله من الكرومافين سيلز، بيطلع اكسس ادرينالين اند نور ادرينالين، فطبعا دول بيعملوا هايبرتنشن. الهايبرتنشن دي يوجوالي بتيجي في باروكسيزمال اتاك، ده طبعا ممكن يموت من انترا سيريب، هذا الهايبرتنشن ممكن يموت من انترا سيريبرال هيموريج، والاكسس كاتيكولامينز ممكن تعمل كاردياك بروبلمز واريزمياس. المرض ده مشهور بال 10% تيومر. ليه؟ هو 90% من الاحيان بيبقى بناين، انما في 10% ممكن يبقى مالجنانت، في 10% ممكن يبقى بايلاترال، في 10% ممكن يجي في الاطفال، في 10% ممكن يبقى اكسترا ادرينال، في 10% ممكن يبقى فاميليال ان فاميليز، وفي 10% ممكن يبقى موجود وزود هايبرتنشن. ممكن يجي لك اسئله في الام اس كيو، وات برسنتج اوف فيوكروما ار مالجنانت، جو فور 10%، وات برسنتج اوف فيوكروموسيتوما ار مالتيبل، جو فور 10%، وات برسنتج اوف فيوكروموسيتوما ار فاميليال، جو فور 10%. طيب ايه الاكسترا ادرينال سايتس ابارت فروم ذا ادرينال جلاند اللي ممكن تحدث فيها فيوكروموسيتوما؟ الموست كومن اورجان اوف سكر كاندل، ودي مجموعة من الكرومافين سيلز موجودة عند الأورتيك بايفوركيشن. ممكن يتواجد فين كمان؟ في اليونيرا بلادر، رينال هيرم، والتشيست، والنيك. طيب معظم حالات الفيوكروموسيتوما بتبقى سبوراديك، بس ممكن يبقى فاميليال. أشهر حاجة فاميليال بيجي معاها المالتيبل أندوكرين نيوبليجيا تايب 2A وتايب 2B. أوكي، الباثولوجي بتاع الفيوكروموسيتوما هو سيركمسكرايبد تيومر، 90% بيبقى بناين، السطح عليه areas of hemorrhage and necrosis، وبيعمل compression لبقية الادرينال تيشو. تحت الميكروسكوب بتشوف الكرومافين سيلز او تيومر سيلز عاملة نست بالمنظر ده، والخلايا ذات نفسها large polyhedral pleomorphic. اوكي، الكلينيكال برزنتيشن تشك فيها امتى بقى؟ العيان بتاعك عنده بيجيله paroxysms of hypertension بما معها profuse sweating headache and palpitation. المجموعة دي بتخليك تشك في فيوكروموسيتوما. طيب ايه نوع الهايبرتنشن اللي بيجي في الفيوكروموسيتوما؟ ممكن جدا العيان يبقى في معظم الوقت normotensive بالمنظر ده، وبيجيله attacks or paroxysm of hypertension، وممكن العيان يبقى ضغطه عالي اعلى من الطبيعي، ومع الضغط العالي ده بيجيله attack of paroxysms of hypertension، وممكن العيان all the time يبقى sustained hypertension بالمنظر ده. ف
فدي التلات اشكال اوف هايبر تنشن اللي ممكن تيجي لعيان الفيو كروموسايتوما. اوكي، يبقى دي الباروكسيزمز اوف هايبر تنشن اللي معاها بروفيس سويتنج ومعاها بالبيتيشن ومعاها هيديك. والحاجات دي البروكسيزم دي ايه اللي بيجيبها، ايه اللي بيعمل لها تريجرنج؟ يوجوالي بوزيشنال تشينجز او اكسرسايز او اوبريشن او بريجننسي او سيرجري او ايفن يورينيشن. يعني واحد بيعمل يورينيشن وعنده فيو كروموساتوما في الول اوف ذا رينو بلادر يجيله الاتاكس اوف هايبر تنشن. العيان بيبقى عنده انكزايتي، بيبقى عنده تريمورز، بيبقى عنده تشيست بين، شورتنس اوف بريث، وممكن يبقى عنده طبعا ايه اريزمس. عيان الفيو كروموساتوما بيموت من ايه؟ بيموت من انتراكرينيال هيمرج بسبب الهايبرتنشن والاريزمس. طيب ايه الانفستيجيشن اللي انت هتعملها لو شكيت في الدياجنوزس؟ بتقيس المنتج بتاع التيومر اللي هو الادرينالين والنور ادرينالين والاند ميتابولايتس بتاعتهم في الدم وفي اليورين. فهتبص تلاقي 24 hour urinary excretion of free catecholamines increased وmetanephrine increased وvenyl mandelic acid increased. هتقيس برضو level of catecholamines وmetanephrines وchromogranin A في الدم هتلاقيه عالي. طيب لازم تعمل localization بقى عشان تعرف الفيوكروموساتوما دي على ناحية واحدة ولا على ناحيتين ولا extra adrenal. فإيه اللي هيسعفك؟ هيسعفك CT والام ار اي وهيسعفك الميبج. الميبج ده راديو اكتيف ايزوتوب سكاننج، وده هيسعفك ومهم جدا في الحالات اللي هي الاكسترا ادرينال في كروموسايتوما او الميتاستاتيك او المالتيبل في كروموسايتوما. Never ever think of fine needle aspiration cytology of pheochromocytoma because it is going to precipitate hypertensive crisis. طب ايه العلاج؟ طبعا ان انت تعمل لها you are going to remove الفيوكروموساتوما laparoscopically أو بالopen surgery، بس لازم تحضر العيان تحضير جيد جدا علشان ما يحصلوش hypertensive crisis خلال العملية. فهتحضره بالالفا وبيتا بلوكر. هتبتدي بالالفا بلوكر الأول لمدة شهر تقريبا قبل العملية، ومدة 7 أيام قبل العملية هتخش وتضيف البيتا بلوكر. التوقيت ده والتتابع ده مهم جدا جدا. لو اديت بيتا بلوكر في غياب الفا بلوكر هيجيله سيفير هايبرتنشن وهيموت. اوكي، طيب خلال العملية انت كجراح عليك مسؤوليات وطبيب التخدير عليه مسؤوليات. انت كجراح مسؤولياتك ان انت تقلل التيومر مانوبليشن عشان تقلل افرازات الادرينالين والنور ادرينالين في الدم، وافويد رابشر اوف ذا تيومر عشان نفس السبب، وبتربط الادرينال فين في الاول خالص عشان تقلل دخول الكاتيكولامينز للدم. التخدير بيبقى محموم او كونسرنينج بهايبرتنسيف كرايسيس وبالاريزميس. اوكي، which approach؟ طبعا لو الفيوكروموساتوم اقل من 5 سنتي ممكن تستفاد من لابروسكوبيك ادرينالكتومي. لو هي اكبر من 5 سنتي او بايلاترال او اكسترا ادرينال او متاستاسايزنج هتحتاج اوبن انتيرور ابروتش. طب لو في بايلاترال فيوكروموساتوما ممكن جدا تيجي على الناحيه اللي فيها فيوكروموساتوما كبيره تعمل ادرينالكتومي توتال، وممكن على الناحيه اللي فيها فيوكروموساتوما صغيره تسيب له الادرينال كورتكس وتشيل التيومر فقط. التيك هوم مسج ان فيوكروموساتوما: دو نوت دو فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي، always start with alpha blockers followed by beta blockers. Look for contralateral tumors عشان دي موجودة في 10% من الحالات. And during surgery ligate the adrenal vein first. Okay. Incidentaloma من اسمها يعني أورام في الأدرينال جلاند اكتشفت بالصدفة. يعني انت بتعمل ألتراسونوجرافي أو سي تي أو ام ار اي لواحد عنده شكوى ملهاش دعوة بالأدرينال جلاند، ف الايميجنج دي تقول لك الحق في ورم في الادرينال جلاند. ففي الحاله دي بنسميها انسيدنتلوما. لازم تقيم الوضع من ناحيه ايه بقى؟ هل الورم ده فانكشنينج يعني بيطلع هرمونات ولا لا؟ ايه السايز بتاع الورم ده؟ طب هل في علامات تدل ان الورم ده مالجننت في الاشعه زي مثلا الريجولار مارجن او هيتروجينيتي او هاي اتينويشن في الاشعه؟
او حجمه اكتر من 6 سنتي، لان الاحجام اللي اكتر من 6 سنتي ربع العينين بيطلعوا مالجنسي في النهايه. فلازم تؤسس الانسيدنتولوما بهذه الطريقه. طيب الاسسمنت هتعمله ازاي بالنسبه للانفانكشن؟ طبعا لازم تقيس 24 اور يورين ميتانفرين تو رول اوت هايبر في كروموسيتوما. لازم تعمل ديكساميثازون سبريشن تيست تو رول اوت هايبر كورتيزوليزم. لازم تقيس البلازما الدستيرون والرينين اكتيفيتي تو رول اوت الدستيرونيزم. اوكي ممكن تعمل فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي بات رول اوت في كروموسيتوما فيرست. اوكي لو عندك عيان عنده history of primary malignancy think of metastatic disease للأدرينال جلاند هي تكون مستخبية وراء قصة الانسيدنتولوما. والموست كومن برايمري مالجنانت تيومر بيبعت للأدرينال جلاند، قلنا قبل كده البريست كارسينوما، اللانج كارسينوما، الرينال سيل كارسينوما. المانجمنت اوف انسيدنتولوما على حسب الحجم وعلى حسب الهرمونال اكتيفيتي بتاعتها وعلى حسب هي suspicious of malignancy ولا لا. لو كانت هي functioning بتفرز هرمونات you should do adrenalectomy. لو هي اكبر من 4 سنتي لو هي اكبر من 6 سنتي في الحجم you should do adrenalectomy، لان 25% من اللي هم اكبر من 6 سنتي هيطلعوا malignant. لو هي في suspicious criteria during imaging زي regular border you should do adrenalectomy. Okay. Principles of adrenal surgery you have to make proper preparation of the patients and the approach could be laparoscopic or open approach. الopen approach بيفيدك لو تيومر كبير او في evidence of invasion to surrounding tissue او metastasis. Okay. الاندوكراين بانكرياس هناخده في عجالة كده ننهي به هذا الفيديو. الاندوكراين بانكرياس انت عارف ان في ايلتس اوف لانجر هانز حوالي من 1 مليون ل2 مليون ايلتس متوزعين في البنكرياس انترسبيرسد جوه الاكزوكراين بانكرياس. والايلتس دي في خلايا بتفرز انسولين اسمها بيتا سيلز، وخلايا بتفرز جلوكاجون اسمها الفا سيلز، وخلايا بتفرز سوماتوستاتين اسمها جاما سيلز، وخلايا بتفرز بنكرياتيك بوليبيبتايد اسمها بي بي سيلز. والبنكرياتيك اندوكراين نيوبلازم هما رير لو انت قارنتهم بالاكزوكراين بنكرياتيك تيومر. وايه انواعهم؟ الموست كومن اللي هو انسولينوما، يليه جاسترونوما، وبعد كده جلوكاجونوما وسوماتوستاتينوما والفايبوما. الانسولينوما اغلب الحالات بتبقى بناين في صورة ورم صغير اقل من 1.5 سنتي موجود في البنكرياس مش موجود في حتة تانية، وايزلي انكليتد، ولونه يميل بيل براون او ريد براون اون كارر. الورم ده الانسولينوما ده بيطلع انسولين فهيعمل هايبوكلاسيميا. فهنشخصه ازاي؟ بحاجة اسمها ويبل ترياد. ويبل ترياد عبارة عن ايه؟ عبارة عن خاصة في الصباح قبل ما العيان يفطر بيبقى هايبوغليسيميك، فبيظهر عليه علامات الهايبوغليسيميا in the form of CNS manifestation like confusion, stupor, loss of consciousness. ولو قست الجلوكوز في الدم في الوقت ده هتلاقيه 45 ملي جرام برسنت، ولو اديته جلوكوز في الوريد كل الأعراض دي هتختفي. فالثلاثة دول اسمهم ويبل ترياد. عايز تتأكد طبعا هتقيس السيرم انسولين فهتلاقيه أعلى من 5 مايكرو يونت بر ملي ليتر. اوكي هتعمل لوكاليزيشن الانسولينوما بالسي تي وبالام ار اي وبالارتريوجرافي. اوكي والمانجمنت بتاعها ان انت هتشيلها، لازم تكون متمرس في استخدام الانترا اوبرتيف التراسونوجرافي. الانترا اوبرتيف التراسونوجرافي وبالبيشن هيخليك تعترف الانسولينوما، هتعمل لها انكليشن. اوكي طيب ايه الجاسترونوما اللي بتعمل زلونجر اليسن سندروم؟ ده ورم بيفرس جاسترين بيبقى موجود في الهيد اوف ذا بنكرياس او الوول اوف ذا ديودينم في حاجه اسمها جاسترونوما ترينجل. جاسترونوما ترينجل بتحددها بثلاث نقط، نقطتين فيهم بيبقى ريليتد لكلمه نيك، يعني نيك اوف ذا جول بلادر مع نيك اوف ذا بنكرياس. النقطه الثالثه اللي هي الجنكشن بتاع السكند بارت ديودينم مع الثيرد بارت ديودينم.
النطاق بتاع النقط ده جاسترونوما ترينجل بتجد فيها 90% من الجاسترونوما، لا اما في الهيد اوف ذا بنكرياس لا اما في الوول بتاع الديودينم. اوكي، معظم حالات الجاسترونوما بتبقى سبوراديك، 25% منهم بتبقى اسوشيتد ويز من سندروم تايب 1. من سندروم تايب 1 اللي بيبقى فيه بيتيوتري ادونوما باراثايرويد هايبربليجيا وجاسترونوما، بتبقى always multiple lesion وبتجدها في الديودينم او في البنكرياس، انما السبروباتيك كيسز بتبقى معظمها موجودة في الديودينم. اوكي، وبتبقى usually single. اوكي، طيب امتى تشك في جاسترونوما؟ العيان بتاعك عنده جاسترين كتير فبيحفز افراز ال HCL، ال HCL عالي جدا فبيعمل بيبتيك ألسر ديزيز، بتبقى مالتيبل وبتبقى ريكارنت وبتبقى موجودة في أماكن غريبة مش أماكن المعروفة للبيبتيك ألسر ديزيز. أوكي، فلو عندك عيان بالمنظر ده بتشك إن يكون عنده جاسترينوما. عشان تأكد التشخيص بتقيس الجاسترين في الدم فبتلاقيه عالي، ولو هو التست ده إيكوفوكال فبتديله سكرتين بروفوكيشن تيست أو كالسيوم بروفوكيشن تيست. أوكي، بعد ما بتشخص الجاسترونوما يو هاف تو لوكالايز. ايه اللي هيعمل لك لوكالايزيشن؟ السي سي تي والالتراسونوجرافي والام ار اي. اوكي، بعد اللوكالايزيشن يو هاف تو اكسايز، فقلنا 90% هتلاقيهم وسط الجاسترونوما تريانجل، ممكن تستعين بالانترا اوبراتيف التراسونوجرافي وبالبالبيشن. لو انت وجدتها في البنكرياس يكفي ان انت تعمل لها انكليشن، لو انت وجدتها في الوول اوف ذا ديودينم يو هاف تو دو فول سيكنس اكسيجن ان ذا ديودينم. اوكي، جلوكاجونوما من اسمها طالع من الالفا سيلز اللي بتفرز جلوكاجون وهترفع السكر في الدم. كاركترستيكالي بتعمل ايه في جلد العيان؟ درماتايتس، وات از كولد مايجراتوري نيكروليتيك اريثيما، وبتعمل دايريا. الجاسترونوما برضو بتعمل دايريه، بس الدايريه بتاع الجاسترونوما لو ركبت للعيان نزو جاستريك تيوب وشفطت له الدايريه تتحسن، انما الدايريه بتاعت الجلوكاجونوما مش هتتحسن. اوكي، طبعا التريتمنت سيرجيكال اكسيجن. السوماتوستاتينوما رير تيومر برضو بيبقى معاه دايابيتس ميليتس جول بلادر ديزيز دايريه اند استياتوريا، بيحتاج طبعا سيرجيكال ريسكشن رذر ذان انكليشن. الفيبوما فيرنر موريسون سندروم اللي هو فازو اكتيف انتستينال بوليبيبتايد طالع من البنكرياس بيعمل سكريتوري دايريا والفي اي بي بيبقى عالي في سيركوليتنج بلاد. السيمبتومز بتاعته مينلي سكريتوري دايريا وهايبوكلورهالجيا وفلاشنج. لوكاليزيشن باي سوماتوستاتين ريسبتور سينتيغرافي او اندوسكوبيك الترا سونوغرافي. اوكي، تريتمنت اكسيجن باي ديستال بانكرياتيكتومي واكتروفتايد اللي هو سوماتوستاتين انالوج از هيلبفول تو كنترول دايريا. مالتيبل اندوكرين نيوبليزيا سيندروم من اسمها مالتيبل تيومر ان تو اور مور اوف ديفرنت هرمونال تيشو ان سيفرال ممبرز اوف ذا فاميلي، يعني مثلا في العيله دي الاب والابن عندهم multiple neoplasia in two or more different hormonal tissue، يعني مثلا في البيتيوتري، في الباراثايرويد جلاندز، في الادرينال جلاند، وفي منها نوعين من تايب 1 ومن تايب 2. المن تايب 2 في منه نوعين تايب 2A وتايب 2B. طيب المالتيبل اندوكرين نيوبليزيا دي بتبقى اوتوزومال دوميننت والتايب 1 مور كومن ذان تايب 2. اوكي، التايب 1 بيشمل على ثلاث حاجات كلهم بيبتدوا بحرف البي 3 بيز، بيبقى فيه بيتيوتري تيومرز ده اول بي، وبيبقى فيه بنكرياتيك تيومر ده تاني بي، وبيبقى فيه باراثايرويد هايبربليجيا دي تالت بي. الباراثايرويد هايبربليجيا بتبقى موجوده في العينين بتوع من تايب 1 بنسبه 100%، بتدي السيمتوماتولوجي بتاع بالظبط زي البرايمري هايبر بارا ثايروديزم، والعلاج بتاعها توتال اور سب توتال بارا ثايرودكتومي. البنكرياتيك تيومر بيبقى موست كومنلي ممثل في صوره جاسترونوما، ليس كومنلي ممثل في صوره انسلينوما. اوكي، و
البيتيوتري تيومر بتبقى ادينوما بتفرز برولاكتين او بتفرز جروث هرمون وبتعمل اكروميجالي. ممكن السيطرة عليها بدوبامين اجونست زي البروموكريبتين، انما لو هي عاملة بريشر افكت على الاوبتيك جازمة اللي هي جنبيها على طول، يبقى هتحتاج سيرجيكال ريسكشن. المالتيبل اندوكرين نيوبليزيا تايب 2 قلنا في منه نوعين، تايب 2A وتايب 2B. اوكي، في الانواع كلها لازم تلاقي ميدلري ثايرويد كارسينوما، ميدلري ثايرويد كارسينوما. فتايب من تايب 2A في ميدلري ثايرويد كارسينوما بنسبة 100%، بتتميز ان هي بتبقى بايلاترال وبتبقى مالتي فوكال وبتبقى اجريسيف. علاجها ان انت بتعمل توتال ثايرويدكتومي والسنترال ليمف نود دايسكشن. بيبقى في نفس السندروم موجود هايبربليجيا اوف ذا بارا ثايرويد جلاند. بيبقى علاجها لو هي موجوده مع الميدلري كارسينوما بتشيل الثايرويد جلاند ان وان سيتنج ومعاها البارا ثايرويد جلاند، وبتيجي على نص جلاند بتزرعها في النون دوميننت هاند في البريكيو رادياليس ماسل. بيبقى موجود معاهم في كروموساتوما بنسبة 50%. لازم قبل ما تشتغل على الرقبة على النك تتأكد ان العيان بتاعك مفهوش في كروموساتوما، لانك لو اشتغلت على الرقبة وفي في كروموساتوما هيخش منك في هايبرتنسف كرايسيس ويموت. فدي لازم تتعالج قبل النك اكسبلوريشن. اوكي، المين تايب 2B هتحذف، مش هيبقى فيه باراثايرويد جلاند، الفيوكروموسيتوما موجودة، الميدلري ثايرويد كارسينوما موجودة، ودي بدلها هنحط ميكوزال نيوروماس، ميكوزال نيوروماس. اوكي، that's all for this video. Thank you very much for watching. This is Dr. Saeed Abdelbaye, Professor of General Surgery at Shamsi University. Now, kindly like, share, and subscribe.